نطلع نجيب فلافل اهم شيء وكعك لصفاء وبدنا نطلع على جنين بدنا نشوف فرح قصه نجاح تثلج الصبر مزرعه صبيه اجتهدت وتعبت وبدنا نحكي لكم شو قصتها ان شاء الله تلهمكم يا رب. هاي مستر خالد. هاي جنين بلد حلوه كثير. احنا طالعين نشوف فرح من المشاركات الجبل عند قصة ملهمة. علي 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 الموسيقى خير. شو بتسوي قاعد؟ بدنا نشوف فرع عشان نتغدى. الابيض في اللون الاصفر في اللون الجديد لاول مره بزرع في الضفه الغربيه اسمه لون التايتانيك بجيبوه من اليهود بس هون ما بزرعوه لسه. فلاورز لاند اللي بلش من فكرة كانت اللي هي زراعة أزهار الجوري المخصصة للقطف باستخدام المياه المعالجة. كانت في البداية هي بس بيت بلاستيكي، مع منحة الجبل تحولت من بيت بلاستيكي ومن فكرة لشتل مزروع حاليا إنتاجه في بداية شهر 2، أي بعد 5 شهور لـ6 شهور من المنحة اللي كانت في بداية شهر 7، اللي من خلالها قدرنا انه نحصل على مبلغ مالي. المبلغ ساعدنا انه نشتري هاي الاشتال اللي في النهاية رح تنتج ازهار مخصصة للقطف بالوان مختلفة، منها الاحمر والاصفر والابيض والتايتانيك اللي هو اللون الجديد اللي موجود بفلسطين اللي رح يكون موجود بـ2 في الاسواق. والله انه كثير مبسوطين مع فرح بهذا مشروع حقيقي. يعني فرح لما اجت عنا وكان عندها طموح تعمل هيك مزرعة، تعمل هيك بيت بلاستيكي وتزرع الورد، وحسينا بشغفها. خلصت برنامج الجبل وفازت بالمسابقة وعن جدارة، ووقتها طورت الفكرة وطورت البيتش ديك تاعها وعرضته وتمرنت وأخذت كل الخدمات اللي لازم بجهدها تحققها. واليوم عم بنشوف بعد، هي كانت في الجيل الثالث، صرنا تقريبا غايبين عن فرح ما يقارب السنة، واليوم صار عندها مشروع قائم على أرض الواقع، مشروع وطني بشغل ناس وبيئي، بيستفيد من كل المصادر المتوفرة. احنا جدا فخورين بهيك مشروع
وجدا فخورين بشراكتنا الجبل وفرح لأنها قصة نجاح حقيقية، وهذا ما نطمح له مع الأجيال القادمة، يكون في فرص حقيقية تأسس مشاريع وطنية تستغل الأرض تبني وتوفر فرص كمان لغيرها من الناس. Thank you. اهلا وسهلا.